لابليكاسيون ان درايف حتى شي واحد ما يبقى يركب فيهم حتى شي واحد. علاش ديما كنقول لكم ان درايف خاصها تقنن؟ لا مشكل في الطاكسيات وهذا مع الطاكسيات، وانا بيسك انا كنشوف لي ديال وكنشوف شحال حاجه، قلت ماشي مشكل نتعاون معاه. عرفت غير واحد جديد اخد دخل بيا الفيلا في الداخل حتى شي واحد ما كاين هبط وحل عليا الباب ويقول لي غادي تهبطي. المهم نتوما كتعرفوا زعما الناس اللي تكونوا وانا بيت راه هبط ليا غادي نهبطك هنا وغادي نتكرف. تلاجيت مع الهضره قال لي غادي نديك دابا للغابه بحال ما غادي يسقط لي الخبر. وتا واحد فريمون ما تبقاوش تركبوا في هاد لي زابليكاسيون اللي تاع الطوموبيلات اللي لابليكاسيون ان درايف حتى شي واحد ما يبقى يركب فيهم حتى شي واحد. شوفوا اول حاجه الله يخليكم صيفطوا لي، انا عرفت شنو راه تلفت صيفطوا لي غير نيميرو ديال سوبور ولا اي نيميرو تليفون ديال هاد ان درايف ولا ما عرفت شنو، لان فريمون هاد السيده ما خصو يركب حتى شي واحد. عرفت شنو هي عرفتي راه شوف بلا ما نقول هذاك الكلام اللي قال وبلا ما نقول انا فريمون تقول لي دابا غادي نديك وير ديال هاكا يدد فيا اي شويه وصافي. لا عرفتي شنو هو راه قرجت وخرجات عليا راه ما خصو بلاتي اسيدي راه ما خصو شوف ما خصو يركب حتى شي وحده انا زهقت منه ولكن ما خصو يركب حتى شي وحده. عافاكم لان النيمو ديال سيبو كيصيفطو ليا في البريفي انا نتصل بيه ما بقى عندي حتى شي عقل دابا انا عارف في الكوميساري باش نديكلاري بيه. عافاكم صيفطو ليا نيمو التليفون ديال ان درايف. الله يخليكم انا دابا في الكوميساري باش نديكلاري بالسيد. الله يخليكم راه والله العظيم ما قبل وديك نقلب على غير شي نيميرو تليفون ديال سوبور ولا شي حاجه غير ديكلاري بهاد السيد. راه فريمون ما خصوش يركب معاه حتى شي بنت، ما خصو يركب معاه حتى شي بنت. ولا دابا كلكم كتعرفوا هاد السيده، هاد السيده راه مشهوره ومعروفه وكدير فيديوهات ديال القضايا في يوتيوب وداك الشيء، وطرا لها هاد البلان هذا. وهاد البلان الصراحه خايب ديال بصح خصوصا المراه، ولكن خاصنا نفهموا ونعرفوا علاش طرا هاد البلان هذا. هاد البلان هو انه طرا حيتاش من هب ودب كيخدم في هاد التطبيق هذا، يعني اي واحد كيخدم في هاد التطبيق هذا ما كيداش عليه غوشيرش ما والو. مي التطبيق فاش كتبغي تقيد فيه وداك الشيء شنو كيطلبوا منك؟ غير باش الناس باش بنادم تفهم هاد التطبيق كيفاش كيخدم. هاد التطبيق فاش كتبغي انت تخدم فيه كيطلبوا منك مجموعه ديال الوثائق، من بينهم البيرمي و لا كارت ناسيونال ديالك، الوراق ديال الطوموبيل ديالك، الكارت غريز وما غيرها من ذلك، وتصور الطوموبيل الماتيريال كل داكشي كامل. يعني هاد السيده ملي غتمشي مثلا غديكلاري عند البوليس راه ضروري ملي غديكلاري حتى الاندرايف راه غتعطيهم المعلومات كامل ديك السيد اللي كان داها. ولكن هاد السيد ضروري خصو فهمتي خصو يدخل الحبس هاد السيد هذا. ملي السيد هذا كيقول لها داك البلان ديال الا مشيتي للبوليس راه ما غاديش يعجبك الحال، راني عارفك فين ساكنه، راني عارفك شنو هذا. راه الاخوان هادشي راه كيخلع. راه انا راه كاينين بزاف ديال المرضى النفسانيين عايشين معنا في هذا المجتمع باش تفهموا الاخوان. باش نقول لكم ان ان درايف كامله ما خايبه. انا راه شوف كاينين بزاف ديال الناس كتسرزق من ان درايف، كاينين بزاف ديال الناس ما لاقيش خدمه والعائل الوحيد اللي عندهم المادي هو ديال ان درايف. راه بنادم انا راه شوف راه حتى واحد مكره انه يكون خدام مرتاح ويدخل فلوس مرتاح وخدام مقنن وكل شيء الامور كامله مضبوطه. مي راه المغرب فهمتي ضروري خصو ياخذ شي حل في هذه القضيه هذه. لان راه شوفوا كيجي مثلا واحد باغي يخدم ان درايف كيقول واحد راه ما مقنن ما والو، حدو كيصيفط دوك لي زانفورماسيون يقدر يجي دي زانفورماسيون خاطئين. يعني بزاف ديال الامور داكشي علاش الدوله خاصها تلقى حل. راه ما يمكنش انكم نتوما طارقين اشهارات في المدينه كامله وفي لي بانو بيبليسيتير فيهم ان درايف وكديروا اشهارات في الفيسبوك وداك الشيء وكتجيبوا ناس مؤثرين مشهورين كيديروا لكم اشهار للتطبيق وطالقين اللعب لهذا الشيء كامل وهاد الاشهارات وهاد الشيء كامل. وفاش كتجيو على ارض الواقع كتقولوا لا حق جا راه ما مقننش. واش دو معنا خط واحد؟ خاص الحكومه المغربيه تاخذ واحد القرار حاسم في القضيه ديال التطبيقات يا اه يا لا. وفاش انها دير واحد القانون منظم لهاد الخدمه هادي. هاد الناس هادو بداو يخلصوا لي زامبو ديالهم الضرائب ديالهم، وتكون واحد مثلا هاد اصحاب التطبيق يديروا واحد انفورماسيون لهذوك الناس اللي خدامين عندهم. كيف ما دابا كاين في امريكان وفي الدول المتقدمه هادشي عندهم مقنن. راه مشوش بعيد، مشوها مصر مثلا، مشو مثلا غير مصر ودول الخليج عندهم هادشي مقنن.
وما عندهمش هما غير ان درايف. راه حتى في المغرب راه ما كاينش غير ان درايف، غير ان درايف اللي واخد الشنعه بزاف. مي مقنن عندهم خدامين تماك مقنين، يعني ما كيخافوا لا من الطاكسيات لا من والو هذوك الناس اللي خدامين في ان درايف. وحتى دوك الناس اللي كيمشيو معاهم كيكونوا مرتاحين ما خايفين ما والو. ومن جهه اخرى الاقتصاد كيتنتعش، يعني القضيه خدامه، الفلوس كتروج الفلوس خدامه. راه بنادم وهاد واحد الميساج اخر للناس، حيت كنت كنقرا شي تعاليق من مورا ما الواقعه طرات لهاد السيده هادي، وبزاف ديال الناس بارطاجوا الفيديوهات. كاين اللي كيبدا يقول واحد كا، وراه انا شنو كنت كنقول لكم صحاب، راه صحاب الطاكسيات راه بنادم ملتجا للتطبيقات، حيت لقاكم نتوما ماشي في المستوى. راه بنادم ما مشاش غير التطبيق غير هكاك. واحد مرا سيده كتخرج كتسنى طاكسي 5 سوايع 3 سوايع ساعتين، يعني راه بزاف، راه هي كتسنى مده طويله وهي كتسنى. يعني يقدر يجي واحد يدي لها الساك على بالله، يعني عاده المعامله الغير مزيانه. وعاده فاش كنت كتشير لي كيقول لك انا ما غاديش ديك البلاصه واخا يكون هو خاوي. وهاد القضيه اللي ما كنهضر عليها في الفيديوهات، كنقول لكم الا لقيتو طاكسي خاوي ركبوا فيه، فهمتي؟ الا قال لكم لا هبط ما عندوش الحق نهائيا، لانه كياخذ واحد البيرمي كتسمى بيرمي دو كونفيونس. ومن ضمن انه باش ياخذ داك البيرمي كونفيونس كيكزيجيو عليه انه يعامل كليان مزيان، وهذا الشيء ما كيطبقوش كاع صحاب الطاكسي طبيعة الحال. يعني بنادم ما كيلتاش لهاد التطبيقات حتى انه لقى فيهم الراحه ديالهم. ولكن هاد المناظر دابا هادو يقدروا يطراو برا على شحال، مي راه خصنا نفكروا ونفهموا باللي خص ضروري يتقنن داد الشيء، خص ضروري يتقنن. وهاد السيد هذا اللي طرا، هاد السيد هادشي اللي طرا مع داك السيد، السيد خصو راه ولاد المغرب ولينا كنعيشوا مع هاد الناس بزاف، ولا بنادم مسطي ولا بنادم هارب ليه بزاف. راه ما يمكنش، راه بنادم فريمون فهمتي ما عادش ما فهمتش صح. واش الافلام واش الماكل اللي ولا كياكل بنادم، راه بنادم ولا شويه مخربل في دماغه واضح. باش دي وحده سيده بدات تقول لها هاد العيبات وانت ما كاينش الخوف ما مخلوع ما والو، باك كتمشي كتقول لك السيده راني دخلها لتماك وتقول لها بحال هكاك، راه فريمون السيد زاعم، يعني راه واخد راحته. راه هاد الشيء راه عيق، راه ان بعض المرات راه القانون فاش شي واحد يطرى ليه شي حاجه خص القانون يكون صارم. حتى هاد خونا هذا خص يضرب به المثال والعبره، باش حتى شي واحد ما يبقى يفكر بيديروا بحال هاد الام، يديروا بحال الامور. راه بنادم علاش كيزعم الا كيقول واحد كا وغندور تدويره ولا غنجيب لامي طلب هذيك السيده اللي طرا لها هذا البلان. دابا انا فين قلتها لكم السيده غدعي هاد خونا، ولكن ما يصوروا بنا والو، لان السيده اصلا كدير فيديوهات على هذا الشيء، باين السيده طايبه وبين السيده فهمتي فاهم هاد البلانات. غتجي غدعي هاد السيد، هاد السيده هذا غتجي الوالده ديالو عاوتاني غتبدا تزاوق وتطلب، وتولي يوميا يعني كتحل الدار وكتطلب عافاك بنتي ديري التنازل، عافاك بنتي راه 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 فهمتي راه راه هو حنين راه ظريف راه ما عرفتش علاش داير بحال هكا، ما عرفتش مالو، ما عرفت شنو طرا ليه، عافاك بنيتي سمحي لي، عافاك بنيتي. وكينوضوا هذوك والمغاربه غالبه عليهم العاطفه، الاغلبيه ديال المغاربه غالبه عليهم العاطفه، يا ربي السلامه كي فهمتي يلاه صافي كيكون غادي مزيان صافي غيمشي يعني غيمشي بالقانون ديك اللعبه. الاخر كي هي لي التنازل، كيجي داك البوليسي اللي ديال المحضر كيقول لي واش انت متاكد باغي دير لي التنازل، واه صافي الله يسامح. كاينين شي مولي كيقول لك واش دابا انت لا درتي حتى الله يسامح، ودا دير الله يسامح، ودا دير الله يسامح، ايوا صافي غيوليو فيهم هذاك، غيجيو طلبوا وزاقوا ورغبوا وصافي الله يسامح. ومن هذا المنبر هذا الشيء اللي طرا لهاد السيده وهاد خونا هذا الشيء اللي دار ليها، غير هو دابا بابو خصها تجيب الادله ديالها. دابا حتى ملي القضيه غتوصل تماك اقول لك فين هما الادله ديالك، وعلاش ركبتي مع داك خونا، وراه غير قانوني انك تركبي مع داك خونا. حتى سميتو حتى ملي غتمشي عند البوليس راه غير قانوني تركبي مع داك خونا، راه هما غيشدوها من اي. دابا هذا هو البلان، راه دابا كون كانت قانوني القضيه مزيانه. ودابا راه حتى دوك الناس مساكين اللي كيسترزقوا لولاد الناس اللي كيسترزقوا من التطبيق وكيكونوا فريمون ولاد الناس غادي يضروا. دابا راه شحال من واحد دابا حيتاش هي مشهوره، شحال من واحد دابا ما يبقاش يستعمل ان درايف، غايقول انا علاش غنستعمل ان درايف واش طرا لديك السيده. يعني ها هو ضر التطبيق، ضروا الناس اللي خدامين في التطبيق بسبب واحد اللي اصلا مفركل في دماغه وكذا. ومن هذا المنبر كندعو للبنات انهم يترينيو على راسهم شويه، ترينيو على راسكم البنات، دخلوا لي صال دافعوا تعلموا انماط الدفاع عن النفس، فهمتي؟ باش الا جا شي واحد بحال هكا بسرع عليك ولا شي لعيبه دافع على راسك، انت
انت ربي راه عطاك شويه القوه والعيبات فهمتي، راه تلقاي داك خونا راه فيه غير زوج غرام، راه تقدري تيا الا كنتي كترينيش تقدري فهمتي تحامي على راسك. البنات ترينيو على راسكم شويه، خدموا شويه، دخلوا الصال، عطا الله فهمتي لي ديسيبلين زوينين، كاينين دي ديسيبلين كتدافعوا بهم على راسكم باش كنتو خارجين من الزنقه تجي تلقى لكم شي واحد ولا شي بلان ما غاديش يغمق عليك. انا كنعرف دريات كانوا كيترينيو راه ما كاينش شي واحد اللي كيمسال عليهم، راه تقدر هي فهمتي مع ديك الوقفه غيوقف عليه، هي مع ديك غتعبروا عبره مشى فيها خونا كان. علاش؟ لان الترينات لان فهمات خاصها حتى هي تريني، تبقاو ديما مئنتات مزيانه الانوثه، ولكن مزيانه تدافع على راسك اختي، مزيانه تكون جالسه في شناهو. دابا انت غتجي تعبرني انايا تقول لي دن شناهو مالك، يلا باغي تسكر الطوموبيل الله يجبين ليا، وانت صحيح يعني كتريني يعني صحيحه غتدافع على راسك فهمتي. دابا على راسكم ومن هذا المنبر كنقول لكم فهمتي خاص ضروري التطبيق يتقنن، خاص ضروري الحكومه المغربيه تاخذ قرار حاسم باش بنادم يسترزق الله، باش بنادم يعيش، باش بنادم راه كون ما كانش راه ما كاينش الخدمه بنادم راه هي بنادم راه سخف، الضرائب الغلاء الماء راه بزاف، راه بنادم ما مشاش اندرايف غير هكا كيخدم فيها الاخوان. تهلا.